كذا مستر خالد دخل، راح اسوي شير سكرين عشان كلنا نشوف البرزنتيشن. ايش هذا؟ اسف اسف، الاجتماع كان مهم جدا، يا ليتني ما سويتها اونلاين. قلت لك اروح لهم احسن. ايش ذنبي انا طال عمرك؟ مو انا اللي خليتك تفتح ملف الحسابات على السكرين. لحظة، هذول يرسلون يبون يستكنون الاجتماع. بالله عليك ركز هذه المرة، لازم تحط باسورد الاجتماع عشان ما في احد يدخل. حاضر. اجتماع مهم، اكيد معلومات سرية. قبل ما تسوي شير سكرين تأكد من الشاشة اللي مفتوحة على الجهاز حقك عشان ما في شيء نعرض قدام العميل بالغلط. ترى مرة ثانية ما راح انقذك. وطبعا لو الاجتماع مهم وفي احد راح يسجله لازم تسجلوه في قنوات آمنة. في شيء بعد؟ لا خلاص، بس لو راح تفتح الكاميرا لا تنسى تغسل وجهك.